قال له استاذ ابو بكر بدايه اهلا وسهلا فيك ابو بكر. ابو بكر ممكن تخبر الساده المشاهدين اكثر مين ابو بكر، انت كيف سوى شغل مستر موسى؟ كم شين زين يعني، هو لو يريد واحد رخصكم زين يعني انا اقول موجود مال طلبات احن رخصه في واحد مميز يعني، في نفراتكم سامان ودي طلب يعني شوكليت، بعد في فلافر، بعد في موجود شيء مال الاكل هذا مال ابايا، في شيء يعني كم ابو ظبي راس الخيمه العين شارجه بعد راس الخيمه كلش مكان اي مكان يعني كم طلب ان شاء الله كم زين نفس اليوم ان شاء الله وصلكم عندكم اي شيء ما شاء الله. طيب مستر ابو بكر انت ايش في كلام هذا الشركه، ايش في سيارات موجود، ايش في خدمات مميز موجود؟ ان شاء الله كم انا موجود من سيارات في مال اي اس بي، بس هذا مال ثلاجات كلش يعني كم زين يعني سامان مال انت يعني وصلكم زين عندكم يعني انتكم زين يعني ممكن تجيب انت فلاور يعني لازم ميزه انا اوصل هناكم البيت ان شاء الله. صحيح يعني ان شاء الله انا اوصلكم عندكم يعني ان شاء الله زين يعني سياره عندي موجود ثلاجات كلش موجود يعني مكيف ما في من الحار انت ودي شيء ما الحك الشيء يريد ودي هذا في يعني في سبريت مال شوكليت يكون في زين يعني مشان هو هذا مال فريزر هذا كلش بعد موجود ان شاء الله. انا اريد اوصلها ابو ظبي ان شاء الله، انا اريد مال فريزر 2.5 مال ديجري هذا سلسلس ان شاء الله عندكم انا موجود انكم طلب زين يعني كم ناس ان شاء الله لكم اي شيء طلب ان شاء الله عندكم موجود حاضر انا ان شاء الله اي وقت وصل انت اتصلكم مال الرقم مال انا خليني داخل هذا السيستم ان شاء الله انا كوم انستغرام داخل في رقم هذا موجود فيسبوك يوتيوب ان شاء الله لكم يجي عندكم ان شاء الله كلش رقم موجود داخليه ان شاء الله وصل انت سي تليفون مكان انا بشيل يجي منك بيت انا بشيل سامان ودي لك مكان اي مكان ابو ظبي ولا علي اي مكان داخل الامارات تمام سبع امارات هذا كلش موجود ان شاء الله لكم طلب مال عندي انا. ايش في انت شوف مستقبل داخل الامارات، انت كيف شوف شغل داخل الامارات؟ كم شوف اول انا يجي من الامارات مال انا بابا دكان اول مال سوبر ماركت او يجيكم زين انا اريد واحد يعني مشان ناسكم زين يعني واحد خدمه نفس الخدمه انا بعدين انا سيتشوف مال بي ار او يعني بيارو يعني كلهم ناس يعني سيم منذوب شغل يعني كم ناس زين يعني سي فيزا ما خلص ورقات هذا كلش عندكم يعني ناس يعني وصلكم سرعة يعني ما في غرامات ما في شيء ان شاء الله لكم زين قدام لك ماله يعني بزنس يجي من المميز يعني ان شاء الله ان شاء الله من شان بعد ناسكم احترام ان شاء الله في شيء خدمات زين ان شاء الله حكم حصل يعني كامل ما شاء الله. طيب ابو بكر انت ايش في كلام عشان شركه السرعه هو كيف يشوف مستقبله هو يفتح فرع ثاني يفتح شركه ثانيه ان شاء الله لكم احيانا ان شاء الله واحد يفتح فرع ان شاء الله داخل دبي ان شاء الله بعد شيء احيانا انكم تقريبا 3 سنين الحين ان شاء الله موجود الحمد لله كلش يعني حمد طلبات ابو ظبي الين كلش الحمد لله الحين حصلتكم ناس ان شاء الله انا عرفتم يعني في واحد نفر انا طلبكم زين طلب مالنا هو ذي ثاني نفر مالنا رقم كم هذا شكل الكاستمر مالنا ان شاء الله الحمد لله الحين كم ان شاء الله انا افتح واحد جديد ان شاء الله فرع داخل دبي ان شاء الله كم زين بعد ان شاء الله واحد فرع ان شاء الله ابو ظبي بعد ان شاء الله في الحين السنه هذا انت عارف الحين مال الكورونا مشان هذا انا ما افتحكم ان شاء الله خلص ان شاء الله هذا السنه ثاني سنة إن شاء الله جديد 2022 فرع مالنا موجود إن شاء الله أبو ظبي بعد إن شاء الله فرع موجود داخل دبي كم أبو ظبي نفر يريد شيء سامان طلب داخل شارجة كم إن شاء الله بعدها أوكي منك مكتب مالنا موجود إن شاء الله مكتب أنا ترش لك منك إن شاء الله وصلك منك ويريد أبو شارجة راس الخيمة ولا فجيرة شيء مكان إن شاء الله كم طلب إن شاء الله حاضر أنا الحين بعد موجود إن شاء الله مالنا سيارة من سرشر شارجة ساعة 12 اطلع من شارجة ان شاء الله وصلكم ساعتين نص ان شاء الله داخل طريق ان شاء الله وصلكم سامان من هناك سياره مالنا تطلع من هناك داخل ابو ظبي الساعه 8 ان شاء الله في الليل يعني وصلكم مني ان شاء الله المكتب انا ركب يعني فريزر مالنا سامان سيفتي صبح ان شاء الله قبل الساعه 12 وصلكم مكان شارج اي مكان ما شاء الله. طيب مساء بكر انت كيف تشوف الحين الامارات معلوم الامارات كل الفرات تفتح شغل داخل الامارات هو حب امارات هو لا ما شاء الله اماراتكم زين حلو يعني الناس في اول في شيء امارات احترام فيه صحيح الحمد لله كم انا تقريبا الحين داخل الامارات 23 سنه الحين موجود انا ان شاء الله انا داخل الامارات في منطقه اول مكتب مالنا موجود داخل البتايه
كم ما شاء الله حلو مكان. أنا 23 سنة داخل بطايا كم أنا معظم معكم موجود. بعدين أنا حولتهم في مينيمال يونيفرسيتي هذا كلش موجود داخل مويلة. أنا حول مكتب هنا صيتة. أنا لوكيشن أنا صيتة تشينج داخل مويلة الحين. صحيح. يعني كم ناس زين يعني قريب هنا في زيادة طلبكم إحنا مني هذا منطقة شارجة. وصلكم بطايا شيء بعيد يعني ناس. في ناسكم موجود سامان داخل سيارة وقول أنا ترش لوكيشن مالنا ويجي دارك مني مكتب ويجيب لك سامان. في والله بعيد وموجود ترش ماله لوكيشن أنا بيصير منك مكان ماله شيل سامان إن شاء الله يكون بيجيب لك هنا إن شاء الله. ايش في كلام شكرا مال شيوخ حكام امارات عشان موجود نعمه امن امان شغل زين داخل ما شاء الله. اوكي اي ناس بده يفتح في من التجارات ما اذا هو يريد انا بكلم يفتح داخل الامارات ان شاء الله. كم يعني كلش عندكم اي شيء يريد معاملكم عندك يعني في سؤال اي شيء سؤال مشان ترجع لك هذا لازم. صحيح هذا امارات حبه اي شيء نفراد اذا يريد يفتح بزنس طال الامارات انا اقول لك. ليش انا في اكسبيرينس مالنا هذا الشكل كلام ما شاء الله اكسبيرينس مالنا سير جوازات سير بلديه سير عمل عمال سير تسهيل كلش مكان ما شاء الله كم ناس زين احترام يعني شو يريد ورقه يتقدم ان شاء الله عندكم موجود ان شاء الله. ان شاء الله عشان شركه السرعه من داخل شركه السرعه ايه؟ انت ايش في كلام شكرا مال شيوخ شركم ان شاء الله مشان احترم الناس في سامان كلش موجود انا عندي موجود كلش يعني مال سيت اب هذا موجود مشان نجيب مال هذا التوصيل عندكم انا 7 سيارة موجود عندي انا الحين 7 سيارة الحمد لله ان شاء الله لكم انا اي شيء ناس يريد السرعه سرعه انا اقدر اكون موصل ان شاء الله ما في واحد سياره بس 2 سيارة ان شاء الله لكم يجي بعد سياره ان شاء الله كم في دريورات بعد 2 موجود يعني شيء اذا يريد نفرات في شغل بعد قدام انا اقدر يسوي ان شاء الله. مستر ابو بكر ايش في كلام شكرا مال اهل انت مال صديق انت مال فاميلي هو سي اس رايت ناو مين نفر شوف انت ايش في كلام شكرا مال هو ان شاء الله كون فاميلي يعني الحمد لله يعني ان شاء الله الحمد لله ايش في كلام شكرا يور فاميلي الحمد لله شكرا انا ان شاء الله شكرا انا كامل ان شاء الله بكم مراد مال الشيخ هذا كلش انا الحمد لله 1000 مرة أنا مبروك إن شاء الله الحمد لله 1000 مرة مبروك إن شاء الله الحمد لله طبعا شكرا لك أستاذ بكر على هذا الكلام الجميل سوف ننتقل الآن مع أستاذ موسى شكرا لك فيك شيء إن شاء الله في شيء ناس يريد شيء شغل يعني يريد أخلص مال رخصة هذا إن شاء الله حاضر أنا موجودكم أي شيء مساعدة إن شاء الله رقم مالنا أنت ودي تحت إن شاء الله اتصلك إذا يريد أعرف أنا شيء يعني يقدر يصير مساعدة إن شاء الله أنا حاضر أي وقت إن شاء الله إن شاء الله تعالى شكرا مستر بكر شكرا استقبالك في موجود مالنا أرباب موسى الحمد لله مميز إن شاء الله في إكسبيرينس مال الإمارات في زيادة كلام عربي إن شاء الله يكون زين أوكي إن شاء الله وأول في يجي من داخل دريور يجي مني داخل بيت مال هوية شاب هذا ويريد فكر انا يريد يفتح تجاره انا اقول ان شاء الله انا بسوي لك مساعد ان شاء الله كم ناس لازم يعني ما في واحد ستيب يجي ان شاء الله اول يجي مرات باك
ستيب باي ستيب ان شاء الله يجي ناس فوق. صحيح. واول يجي درايفر بعدين يجي سوال مشان انا اكون يقدر انا يفتح شيء شريكه انا يريد شغل انا اعرف سوق هذا. واول وروحه يفتح الحمد لله حين سبع سيارات وصلته كم نازين ان شاء الله. يعني هذا شكل تجاره هذا انا كلام يجي طالي مرات اول واحد مره تشيك امارات ان شاء الله اعرف بعد امارات كيف اعطيك مشانكم. صح. طبعا نستكمل معكم اعزائي المشاهدين من داخل شركه السرعه لتوصيل طلبات مستر موسى. كيف الحال؟ خير الحمد لله. ممكن تخبر ساده المشاهدين اكثر مين موسى؟ ايش اسم انت؟ من وين انت؟ متى يجي امارات؟ انت كيف الشركه؟ شغل؟ الحمد لله انا هنا داخل الامارات 23 سنه. ما شاء الله. ما شاء الله. اولا استقرت على مكان دريفر سوق سواق هذه سوق هذه. الحين انا في كريجي من التوصيل يجي. هنا 3 سنه الحمد لله هذه الشركه يفتح. الحمد لله هين زين الحمد لله. الحمد لله. كم سيارة موجود؟ إيش في شغل موجود مال أنت شركة؟ شركة الحمد لله الحمد لله. كله زين. إيه كله زين الحمد لله. إيش في كلام شكرا مال شيوخ إمارات؟ ما شاء الله شيوخ الإمارات واجد زين. يريد نفر كل بلاد يجي نفر يشتغلوا لنا. أكل معيش أكل ما شاء الله كله. الحمد لله. من أنا في الشارجة الحين 23 سنة داخل الشارجة. ما شاء الله. ما شاء الله. ممكن خبر سادة مشاهدين أكثر وين لوكيشن داخل الشركة هذا؟ أول داخل أولني داخل بطاية نفتح شيء صغير صغير الحين الحمد لله إني هو داخل موبيلة ما شاء الله واجد زين الحين داخل موبيلة شارجة حكومة كله واجد زين الحمد لله. فيها هنا سيارة 6 سيارة الحمد لله. الحمد لله. دريفر بي 6 دريفر موجود الحمد لله. بالتوفيق لك استاذ موسى شكرا لاستقبالك الرائع لان طبعا احنا موجودين داخل شركه السرعه في موجود 7 سيارات متقدمه في داخل شركه السرعه لتنقل داخل دوله الامارات العربيه وتوصيل طلبات جميعها تحت اداره الاستاذ موسى والاستاذ ابو بكر ايضا. وفي النهايه انتظرونا بكفاءه جيده كما عودناكم ودمتم بامان الله.